الاقتصاد في دقيقة. عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة في المغرب يزيد ب 8% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 بحسب معطيات المرصد الوطني للسياحة. برنامج جو سياحة يدعم 12 مشروعاً جديداً في المملكة لتعزيز النشاط السياحي والتنشيط السياحي. كازا تراموي تبدأ تشغيل الخطين الثالث والرابع موسعة شبكتها لتحسين النقل العام في مدينة الدار البيضاء. يونيكريدت البنك الإيطالي يزيد من حصته في رأس مال بنك كوميرتس بنك الألماني إلى 21% وسط رفض للحكومة الألمانية التي عبرت عن مخاوف حول استقلالية البنك. المفوضية الأوروبية ترفع دعوى قانونية ضد الصين في منظمة التجارة العالمية بشأن تحقيقات حول دعم صادرات منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي إلى الصين. هيئة الغذاء والدواء السعودية رفعت قائمة حظر استيراد لحوم الدواجن لتشمل دولتي البرازيل وفرنسا في أحدث قوائمها ليرتفع إجمالي عدد الدول المحظورة إلى 58 دولة.